إذا الوقوف عند واقع أصحاب الكفاءات في العراق والاتهامات للعملية السياسية بدفع الخبرات للهجرة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أستاذ نوري، مرحبا بكم. يعني بداية، ما الذي يمنع الحكومة من إطلاق برامج لتنمية وتطوير أصحاب الكفاءات في العراق كحال الدكتورة أميرة محمود الراوي؟ ما سبب في ذلك أستاذ نوري؟ نعم، شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا بكم وبجمهور قناتكم الكريمة. الحقيقة أنه الحكومة يمنعها الكثير، وعندما نتحدث عن هذا هم يعلنون بشكل كبير، كثيرا ما يتحدثون عن برامج ويتحدثون عن خطط، ولكن في التطبيق نجد هنالك تلكؤ، أو بشكل دقيق نجد أنه هذا التنفيذ هو يخضع إلى ما يتم الاتفاق عليه في تشكيل الحكومة من قبل المحاصصة. فكل هذه يعني البرامج التي تؤهل وتطور الكوادر العلمية والمبتكرين والعلماء والأكاديميين في العراق يخضعون حقيقة للأسف إلى هذا المعايير المحاصصاتية الحزبية. بالتالي كثير من الكفاءات هم يجدون أبواب الوزارات والمؤسسات مؤصدة أمامهم، لا تصل بحوثهم وبراءة اختراعاتهم للتنفيذ لهذه الأسباب حقيقة. وهو الحقيقة أنه الأزمة أو الوضع السياسي بالعراق هو حول العراق ليست لدولة، لأنه إذا نحن نتحدث عن حكومة لديها برامج تؤهل الكفاءات والعلماء والخبراء ويتبوؤون مواقعهم، هذا نتحدث عن دولة ذو مؤسسات. نحن ليس لدينا الآن دولة، لدينا أحزاب تتصارع للسلطة، وعندما تسيطر على السلطة تقسم كل هذه الوزارات والمؤسسات على أعضاء أحزابها والموالين لأحزابها. بالتالي الكفاءات لم يجدوا أماكن لهم، كما قلت أبواب هذه المؤسسات مؤصدة أمامهم. وخير دليل أنه في 2018 وسبق 2018 وتطور حتى أصبحت ثورة تشرين، طيب، هم أول من بدأ بتظاهرات يطالبون بأن يكون لهم دور في بناء العراق، لأنهم هم يمتلكون الشهادات العليا والخبرات والكفاءات. أستاذ نوري، المتابع لشأن العراقي يرى أن تظاهرات أصحاب الشهادات العليا تكشف عمق الفجوة بين مخرجات التعليم وبين العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية في العراق. هل هذا التوصيف صحيح نوعا ما أستاذ نوري؟ نعم، شوفوا حقيقة يعني بكل الملاحظات وبكل التلكؤات وبكل المشاكل التي تدور أو يتضمنها التعليم في العراق، ولكن هنالك كثير من المربين والمعلمين والمدرسين لديه يقدمون موادهم العلمية بشكل نزيه وإخلاص وأمانة، لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأحزاب. وبالتالي هنالك من يجد للطريق للحصول على العلم والتعلم، فبالتالي نجد كثير من العراقيين، أيضا العراقيين كعائلة عراقية، العائلة العراقية حريصة على تعليم أبنائها ويبذلون جهد كبير حقيقة، وحتى منهم يتكبدون مبالغ كبيرة وكلف عالية، لا أصلا يعني هم لا يتحمل، لا ليس لديهم القدرة على تحملها، ولكن يتركون كثير من الأشياء التي هي حقيقة من مستلزمات العيش اليومية، يبخلون بها على أنفسهم حتى يعلموا أبنائهم. بالتالي هنا هذا الحقيقة الذي نجد أنه هنالك فارق ما بين مستوى التعليم والمستوى الكفاءات التي موجودة لدينا في العراق. لدينا مستوى من الكفاءات حقيقة كبير، لأنه أعيد وأؤكد هنالك من المخلصين حقيقة والشرفاء والوطنيين في الكادر التدريسي وكذلك العائلة العراقية
حريصة على تعلم أبنائها، وبالتالي يتبوؤون بمواقع علمية رصينة. مع ذلك لابد من التأشير إلى أن هنالك شهادات منحت لأشخاص عن طريق البيع وعن طريق يعني الجامعات التي توفر الأطروحات بشكل سهل على الطلاب، لأنهم ينتمون أيضا لأحزاب سياسية وغيرها. مع ذلك العراق لن يخلو من الكفاءات الحقيقية. نعم أستاذ نوري، يعني لو تطرقنا إلى البنية التحتية للتعليم، هذه الفجوة ما بين مخرجات التعليم وبين العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية، هل تعتقد في المستقبل يعني تؤثر أو أثرت على القطاع والبنية التحتية للتعليم مستقبلا؟ نعم، هو حقيقة أنه هي تأثيرها بدأ يتضح، لأنه نسبة الأمية الآن تفوق نسبة الأمية في السابق. حتى هنالك من يقول انه او الايام السابقه وكانه هاشتاغ او بوست يتناقله النشطاء عندما يتحدثون عن محو الاميه في العراق في السابق عن راشد يقرا، يقولون اليوم اصبح راشد لا حتى لا يزرع. فبالتالي مع الاسف المحاصصه الطائفيه والمحاصصه الحزبيه التي تسعى يعني الاستحواذ على السلطة وعلى الحصول على مقدرات البلاد بكل أشكالها وأنواعها، وتحويل كل المؤسسات التي وطنية إلى حزبية، وبالتالي إلى شركات تجارية. شوفوا المشكلة الحقيقية عندما بدأوا يعني بالتوجه على أنه التعليم يتحول إلى تعليم أهلي، وسرعان ما منحت كثير من المدارس غير مؤهلة لا بناية ولا منهجا ولا كادرا تدريسيا أجازات للعمل، يعني أجيزت العمل بأنه هي مدارس للابتدائية وكذلك المتوسطة والإعدادية حتى الكليات. أنا يعني على اطلاع على بعض الكليات هي تفتقر إلى الكوادر التدريسية والمنهجية. بالتالي هو مشكلة حقيقية بدأوها ب يعني إهمال القطاع العام التعليم العام الحكومي ومحاولة إنعاش التعليم الأهلي، ولكن التعليم الأهلي بات يستغل بشكل بشع تجاريا ولم يحاسب وفق المعايير العلمية العالمية كذلك وحتى على مستوى العراق. فهذا حقيقة اليوم نجد الكثير من يعني مستوى الأمية بدأ يرتفع، التسرب من المقاعد الدراسية ترتفع بالرغم يعني بالرغم من إعلانات الحكومة باستمرار وتخصيص الأموال كبيرة لوزارة التربية. أستاذ نوري، نعم. إذا ما تحدثنا عن الحلول في موضوع يخص هجرة الكفاءات إلى خارج العراق، كيف للكفاءات أن تبقى داخل العراق وعدم هجرتها إلى الخارج؟ إذا أردنا أن ننطلق فمن أي نقطة ننطلق أستاذ نوري بدقيقة لو تفضلتم؟ حقيقة بداية ولو الدقيقة قليلة ولكن أحاول قدر الإمكان. الحقيقة بداية أنه العراق اليوم بيئة طاردة لكل الكفاءات، ليست الكفاءات فحسب، حتى الاستثمار والاقتصاد بسبب المحاصصة الطائفية وهيمنة الأحزاب الطائفية على إدارة السلطة. إذا ما أردنا أن نحافظ على كفاءات والاقتصاد والبلد بشكل عام، لابد من التخلص أو تخليص البلاد من المحاصصة الطائفية المقيتة التي جابت كل الويلات على العراقيين بكل أشكالها وألوانها. إذن هي العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة هي أس البلاء، لابد من الخلاص من هذه العملية السياسية حتى يمكن وضع برامج تؤهل كل المؤسسات الحكومية إلى تأسيس الدولة العراقية بشكلها الحقيقي أو ما يطلق عليها بالحكم الرشيد. عبر سكاي من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، شكرا جزيلا لكم.